مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من مؤشر النيل. هذا المؤشر اللي بنعرف بالارقام والتحليل، وبتحليل اكثر واقعيه بنتابع اداء مؤشرات البورصه المصريه. اليوم الثلاثاء، جلسه اليوم كانت بدات على نزول ربما يكون عنيف شويه، ولكن استطاع السوق ان هو يلم في الاخر وان الامور تتحسن، ولكن البورصه اغلقت على تراجع، وده امتداد لجلسات ربما تكون دي الجلسه التاسعه من التراجع. المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع بنسبة 9% ليسجل 10,442.84 نقطة. هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة AGX70 وأنهى تعاملات اليوم منخفضا بنسبة 63%. مؤشر AGX100 الأوسع نطاقا انخفض بنسبة 3.72% ليسجل 2739.6 نقطة. هذا ولمزيد من التحليل لأداء البورصة المصرية اليوم ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ سمير رؤوف جبرة، خبير أسواق المال. أهلا بحضرتك أستاذ سمير. أهلا بحضرتك. يعني اسمح لي أن احنا نطلع لتقريرنا اليومي نشوف أداء البورصة المصرية ثم نبدأ بعدها فقرة التحليل. فضل. جلسات الأسبوع كسى اللون الأحمر مؤشرات البورصة المصرية في دلالة على مواصلة سيطرة الحركة النزولية على أغلب أسهمها في ختام التعاملات. البورصة نجحت في تقليص خسائرها الصباحية مستفيدة من عمليات شراء ملحوظة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية، قابلتها عمليات بيع من الأجانب والعرب. واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أكثر من 7 مليارات جنيه من خسائره الصباحية، ليغلق عند خسائر بنحو 7.6 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 633.652 مليار جنيه بعد تداولات كلية تجاوزت 5.470 مليار جنيه. نحو 4,400,000,000 جنيه منها تداولات في سوق سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل للملكية. مؤشر البورصة الرئيسي AGX30 قلص خسائره الصباحية ليغلق متراجعا بنسبة 63%. وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة AGX70 بنسبة 0.5%. كما هبط مؤشر AGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.72%. التراجعات كانت السمة الأبرز للأسهم المتداولة، حيث هبط 137 سهما من 191 سهما جرى التداول عليها، بينما صعد 23 سهما واستقر 31 سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ده تقريرنا اليومي عن أداء البورصة المصرية. اسمحوا لنا نبدأ فقرة التحليل مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ سمير رؤوف خبير أسواق المال. أهلا بحضرتك أستاذ سمير. أهلا بحضرتك. طبعا في البداية أنا قلت أن دي تقريبا الجلسة التاسعة على التوالي انخفاضات، يمكن حتى ما كانش فيها جلسات تريح للأسف، وكانت بدأت الجلسة النهاردة بشكل هبوط عنيف، لكن قدرت السوق قدر يلم في الآخر وانخفضت يعني زي ما احنا قلنا كده ب 9% على الرئيسي والسبعيني ب 63%. سريعا كده، انت شفت جلسة النهاردة ازاي؟ يمكن النهاردة يمكن الجلسة كانت فتحت على هبوط شديد، وبعدين على الساعة 11 كده ابتدت اللي حصل ايقاف بسبب الاي اكس 100، ورجعت التداول. بعد ما رجعت التداول ابتدى يحصل فيه عملية إعادة للشراء مرة تانية، يعني حتى مع تورط حتى بعض الأنباء إن المؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي يمكن ابتدت حتى في أنباء في السوق بتقول الكلام دوت إن البنك المركزي ابتدى يتدخل، ودي بنسميها في علم الاقتصاد إنها اليد الخفية اللي بتتدخل أثناء ما بيحصل فيه أزمات لإعادة توازن السوق مرة تمام تانية. المؤشرات يمكن كان التخوف من العشرة 200، احنا ما وصلناش. هو البنك المركزي ولا قصدك على المؤسسات المحلية يعني اللي تابعة مثلا التابعة للبنوك بقى المحلية، اذا كان الاهلي اذا كان البنوك المصرية يعني. البنوك تمام. البنوك والمحافظ اللي هي الاستثمارية الكبيرة تمام. اللي هي في بتدورها البنوك يعني. نعم. وده بيبقى في اطار اللي هو الحزمه القرارات اللي كانت 20 مليار، وبيدخل فيها في وقت ما هو شايف ان في بانك في السوق، او في لان 9 جلسات متواليه من غير اسباب اقتصاديه، انت ما عندكش مشكله اقتصاديه، وكان ما فيش غير الخبر اللي هو بتاع
اغلاق المراكز الشرعيه اللي هو كان من صدر نهائي الرقابه الماليه، ده اللي كان عامل مشكله وما كانش يعني مستدعي كل البانيك دوت، لكن واضح ان في كان تخوفات من احداث سياسيه تحصل بسبب موضوع سد النهضه، ويمكن ده اللي كان عامل البانيك في السوق بشكل اكبر، وده اللي كان السبب الرئيسي. ومع تصريحات يعني امس يعني دوله الاثيوبيا ان في حل المشكله قد يكون في هناك حل، ابتدت يحصل تهدئه للمواضيع شويه. من جزئية تانية، السوق احنا كان التخوفات كانت من 10-200 على مستوى الاي جي اكس 30، والاي جي اكس 70 هو صعد بنسبة كبيرة جدا. يعني احنا بنتكلم احنا كنا مع بعض السنة اللي فاتت انا وحضرتك في توقيت شبه دوت، وكان في بداية عملية الصعود، وكنا قلنا انه هاخد ماراثون كبير الاي جي اكس 70، وبالفعل هو عمل حوالي حقق حوالي 300% ارباح للناس، وعلى مستوى الاسهم في اسهم حققت 600 و700. خلينا قبل ما ندخل على كده على السبعيني، يعني انا شايف التلاتيني كسر القاع اللي احنا كنا متوقعين ان هو قاع قوي، اللي هو العشرة 800، وتكلمنا قبل كده ان الحداشر 200 وبعدين عشرة 800، لكن انا شايف النهاردة احنا وصلين 10-400. فهل ده معناه ان برضو موضوع القيعان ده ما عادش برضو مهم بالنسبة للناس، وان احنا ممكن نشوف اللي تحت العشرة 400، ولا يعني دي كانت بنكاية ممكن تحصل في أي وقت وممكن نعود تاني بس نلتزم باللي هي، أو هنمشي على القيعان اللي احنا قايلينها وعلى النقط الدعم والمقاومة؟ بص، في عملية البنك ما بتقدرش تحدد عملية الهبوط فيه، انت بتبتدي تتوقع، لأن التحليل الفني هو علم توقعات يعني طبعاً. قياس يعني انت عندك مؤشرات وتوقعات، فانت بتتوقع النقط، فالاتجاه نفسه حتى انت شايف عملية الهبوط بتحصل، ففي توقعات للهبوط، فبتبقى انت واقف على نقط ممكن نوقف على دي نقط رئيسية، لكن انت عندك نقط رئيسية، يعني العشرة 800 كان وراها العشرة 200، انت النهاردة انت عملت العشرة 300 ورددت تاني وابتدت ترد تاني، فده وابتدت تعكس الاتجاه. يعني انت النهاردة لأول جلسة تعكس اتجاهك النهاردة، انت لو جلسة فيها كمان نص ساعة يمكن كنت اضطريت في المؤشرات بتاعتك. الاي اكس 70 وضعه مختلف، انت في المجمل كسبان حوالي 120% تقريبا، انت كنت قاعك 800 النهارده انت 1800، فانت 120% تقريبا من القيمه، لكن انت وصلت ل 2400 وشويه، وده هبوط بنسبه 50% من المكسب. فالناس متضايقه، لكن هو لما تبص على الاسهم تلاقي السهم كان ب 10 جنيه مثلا ووصل ل 40-50 جنيه ويرجع النهارده ل 25 جنيه، ده بالارقام. انت بتتكلم على ان في لسه في مكسب في الاسهم. انا اعتقد ان عمليه الصعود لما هتيجي تحصل عمليه ارتداد تانية هتكون الاسهم ال 70 دوت هو تشبع بشكل كبير، فالاسهم اللي ما طلعتش هي اللي هتطلع اول عليها اسهم خبريه، ده بالنسبه لل 70، وده اللي هيقوم عليها المؤشر الفترات اللي جايه. بالنسبه لل 30، لا ال 30 دخلوا قصه المؤسسات النهارده، انت عندك صافي الشراء ب 139 مليون تقريبا زياده صافي الشراء، مع شراء اجانب الافراد، يعني المصريين باعين والعرب باعين، الافراد الاجانب هم اللي راجعين شاريين. بالنسبه للمؤسسات لا، هي اشترت وشرت بكم كبير، واعتقد ان فيها هيبقى هيحصل للاسهم. طيب يعني انت بتقول ان يعني عايز تقول ان عمليات البيع، لان كان بيقال ده في السوق، عمليات البيع على اسهم المضاربات وتبديل المحافظ، والناس بدات تخلص شويه من الاسهم اللي ما هياش ما لقيتها قويه، وبدات تتجه فعلا للاسهم الفاندمنتال واللي هي قويه واللي هتستمر معانا. شايف ان الرأي ده هو اللي ماشي الوقت، وان ده سبب عملية الفلترة، ده نوع من انواع الفلترة وتجديد المحافظ وتنوعها في الفترة دي؟ هو انت بتعيد ترتيب محفظتك الاستثمارية مرة تانية بشكل اللي هو يحقق لك اعلى معدل عائد. تمام. انت داخل البورصة ليه؟ انا داخل البورصة عشان اكسب. في واحد تاني داخل عشان يستحوذ، واحد تالت داخل عشان يستحوذ او يتخارج، يعني في كل واحد ليه هدف معين، وده بيحدده الاستراتيجيات بقى، انت مده الاستثمار بتاعتك قد ايه؟ يعني مضارب ولا مستثمر؟ والمستثمر ده ليه قواعد وقوانين، والمضارب ليه قواعد وقوانين، وبعدين تشتغل فني ولا مالي؟ وامتى تشتغل فني وامتى تشتغل مالي؟ يعني مفيش حاجه اسمها انا فني بس وانا مالي بس، لا، انت ما دام دخلت السوق انت بتشتغل على القاعدتين. صحيح. وامتى ده ليه توقيت وامتى ده ليه توقيت، وامتى ده تشتغل بيه وامتى ده تشتغل بيه، دي كلها ادوات هي مساعده ومكمله لاتخاذ قرارك انت الشخصي. بس حجم استثمارك وحجم محفظتك الماليه هي اللي بتحدد لك الربحيه بتاعتك، معدلات الربحيه في قد ايه. تمام. طيب احنا شايفين ان في بورصه سرعيه، وده تصريح من رئيس البورصه الدكتور محمد فريد، وهو النهارده طالب
مزيد من شركات التجزئة أنها تدخل وتقيد نفسها في الفرصة في البورصة عشان استفادة من المزايا اللي موجودة في البورصة. وقال برضو أن في أول تداول للسلع في البورصة السلعية نهاية العام الجاري. يعني ممكن الاثنين ما يكونوش مرتبطين ببعض لأن البورصة السلعية هتبقى ليها نظام مختلف تماما عن البورصة الورقية، وإن كان الاثنين في البورصة فهم سلع. شايف فكرة ان ارتباط او يعني احنا ربطنا بينهم ان هو دعوته النهاردة لشركات التجزئة انها تدخل، واحنا قلنا قبل كده ان احنا محتاجين بضاعة جديدة في السوق، محتاجين الشركات جديدة تدخل، هل في مزايا معينة للشركات التجزئة هو قصده عليها؟ بص اقول لحضرتك حاجة، التنوع الادوات الاستثمارية، يعني ان انا ادخل انواع من جديدة من السلع في بورصة السلع ديت وهتخش مع شاشة التداول وان انا اتعامل معها من خلال السيستم بتاع التداول اللي هو بتاع البورصة، ده هيخليني ان انا انوع محفظتي الاستثماريه. بعد كده ممكن يعني مثلا هقول لحضرتك على تجربه مثلا في اليابان بيحطوا العربيات القديمه في مكان كده زي سوق اللي هو بتاع مدينه نصر بتاعنا دوت، وكل بيحط ورقه في البورصه وبتدي تعمل عليها مزايدات. حضرتك ما بتشوفش، بتروح تعين العربيه وتيجي تشتريها من البورصه. فده بيوفر عليك كل الاليات اللي انت بتتكلم عليها، الشباك الواحد وعمليه نقل الملكيه وان الفلوس تخرج من البنوك وترجع تاني وغسيل الاموال وكل القصص ديت بتتوفر عندك، بتلغيها خالص، بتلغي كل المعاملات ديت وبقى قدام الهيئات الرقابيه معاملاتك الماليه. فده بيخضع كل، يعني انا النهارده كان في برضه حديث عن هذا الامر ان هم اول سلعه هيعملوها القمح، ودي هتبقى في التجريب من شهر 4 الجاي اللي هو اللي احنا فيه دوت اللي جاي على طول. السلعه بعد كده هيبتدي يتطور، السلعات بعد كده يحط حديد، يحط ذهب، يحط بترول، يحط بقى هيطور البورصه السلعيه نفسها. هيطور البورصه السلعيه، وده هيبقى قائم على نظام شبيه بنظام الفوركس لكن تحت هيئه الرقابه الماليه، وده كان من فترات احنا كنا بنعتبره في مشكله لان ما فيش عليه رقابه. النهارده لما هيدخل بالرقابه هيبقى ليه وضع تاني، وهتخلي انت قدام المحفظه الاستثماريه بتاعتك وانا معايا رقم معين بشتغل في اي وعاء ادخاري انا عايزه، بستثمر في اي حته. طيب بما ان اتكلمنا عن البترول واتكلمنا عن الذهب، احنا شايفين اسعار الذهب العالميه بدات تنخفض شويه، ودي دايما بنقول عليها الملاذ الامن، وبيبقى ان في دليل ان التوجه للمستثمرين العالميين ان هم يرجعوا للمخاطره. شايفين اسعار البترول بدات تنخفض بشكل ما من مخاوف، شايفين اغلاق وكلام عن موجة ثالثة في مصر وموجة رابعة في أوروبا، والكلام بقى عن اللقاحات اللي فيه مشاكل وتباطؤ في أوروبا. شايف الأخبار الاقتصادية دي بتأثر على بورصتنا بشكل كبير خاصة موضوع كورونا، ولا احنا ممكن نكون تخطيناه؟ بصوا احنا في شقين، الشق الأولاني بتاع في أوروبا ان احنا عندنا الجزئيه الاولانيه البنوك، قطاع البنوك متخوف من موضوع تركيا والازمه اللي حصلت عندهم بسبب اقاله محافظ البنك التركي وهبوط العمله وهبوط البورصات عندهم، وده في تخوفات كبيره جدا بالنسبه للبورصات، يعني حتى مأثر على اسعار الاسهم البنوك في البورصات اللي هي واخده منها قروض. الجزء الثاني اوروبا بتغلق لان عندها مشكله اللي هي اللقاحات. طب هو في لقاح، طب انت ما يعني ما بتديهاش للناس دي ليه؟ عندك مشكله. حتى كمان في تصريح النهارده للبنك لكريستين راجارد ان انت بتتكلم على في تخوفات في الاقتصاد العالمي من الاغلاق اللي حصل في اوروبا دوت، وان هيبقى في تداعيات فيها مشكله يعني. طبعا. طيب شايف السلع بقى، النفط، الذهب، هو يمكن احنا في مصر قليل جدا اللي بيتعامل فيه لان هو مش يعني مش موجود على بورصات التداول او مش موجود لكل الناس ان هم يقدروا يتداولوا فيه، بس احنا شايفين ان هو برضو ربما يكون لقى استحسان من الناس، يعني في ناس بتحاول ان هي تدخل. فهل شايف ان ده ممكن احنا مع بورصة السلع دي نبدا فعلا ندخل فيها الذهب، ندخل فيها البترول، ندخل فيها الحاجات دي؟ هو البورصات هتبقى بالنسبه للعقود، يعني مش هيبقى رايح يشتري ذهب زي اللي بيشتري من السايغ يعني. لكن احنا اللي بياخد ذهب بيروح يجيبه من السايغ، وده احنا عندنا عمليه التحويش، يعني السيدات المصريات النظام التاني ده مختلف، الموضوع ده يمكن بيشتغل فيه احسن مننا. لكن العقود، نظام العقود ده هيبقى مختلف، انت بتشتغل على الفروقات، وده بيحقق ارباح يعني في ارباح وفي خسائر، لكن انا شايف ان الذهب هياخد ترند هبوط الفترة الجاية. طيب خلينا اسألك كده سريعا اخر يعني سؤال دايما بنختم بيه، انت شايف جلسة بكرة ازاي؟ هل موجة الانخفاضات دي وقفت خلاص ولا
ايه رايك؟ انا اعتقد بص يعني حتى لو مش هنطلع ان انا ما انزلش ده افضل، لكن الـ انا اعتقد ان الجلسات يعني الثلاث جلسات الجايين دول حتى لحد يوم الاحد على الاقل هيبقى فيهم ارتدادات قويه، وبعدين السوق يبتدي ياخد بقى ويدي تاني مره تانيه ويرجع يعني يتعافى بشكل كبير ان شاء الله. انا بشكرك استاذ سمير رؤوف جبر خبير اسواق المال، شكرا جزيلا على وجودك. شكرا كمان. شكرا مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم على متابعه مؤشر النيل. بنعمل مع البورصه المصريه لتحليل اكثر واقعيه. بنقلكم تحيات فريق عمل هذه الحلقه وتحيات حسام الدين عاطف. الى اللقاء.